نروح بقى معاكم ليوسف اوباما لاعب نادي الزمالك، واللي مش بيشارك بشكل دايم مع الفريق في الفتره الاخيره دي، وعشان كده كلف يوسف اوباما وكيله ان هو يدور له عن عرض خارجي خلال الايام اللي جايه، عشان هو عنده رغبه ان هو يخوض تجربه الاحتراف في الفتره اللي جايه دي، الى جانب طبعا ان هو حاسس بحاله عدم استقرار في النادي خلال الفتره اللي احنا فيها. يوسف اوباما بيعاني من تراجع في مستواه في الفتره الاخيره، وده طبعا اللي خلى فيريرا يستبعده من المشاركه في لقاء القمه ويستبدله في لقاء البنك الأهلي.